السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. فيديو ديال اليوم عباره عن قلب اللوز، فهذه الوصفه الثانيه اللي كنحضرها معاكم في هذا الشهر الكريم. فهذه وصفه اقتصاديه جدا ورائعه، فكتجي بسيطه وسهله ومذاق رائع. فاللي مهتم بالامر فتبقى معايا الى اخر الفيديو باش تشوف المقادير والنتيجه. فبالنسبه للمقادير ديال هذا النوع ديال القلب اللوز، فغادي نحتاجو هنايا 6 ديال القياس، اي 6 ديال الكيسان ديال السميد الغليظ، وعندنا هنايا 3 ديال الكيسان او 3 ديال القياس ديال السكر سنيده، وعندنا هنايا قياس ديال الزيت، وعندنا 100 مليلتر ديال ماء الزهر، وغادي نحتاجو قياس ديال اللبن. اوكي، فبالنسبه للقياس فتعبروا باي قياس اللي عندكم، بغيتوا بالغرفيه ولا الكاس ولا اي قياس، المهم كتبقاو على قياس واحد. هنا من بعد ما جمعت كاع المقادير ديالي، راه انت فهو كيجي القوام ديالو على هذا الشكل. فنخلطو مزيان هنايا باللبن والزيت والسكر، فكيجي على هذا الشكل. صافي، غادي نديرو في الصينيه ديالي. صافي، هنايا من بعد ما ساليت الخليط ديالي رونته مزيان، فانا حطيته في الصينيه ديالي وقديته وعلمته هنايا مربعات وزينته بحبيبات اللوز، وغادي ندخلو الفرن الساخن وغنخليوه حتى يطيب لينا مزيان، حتى يتحمر مزيان يولي اللون ديالو مغموق، وكنشوفوه هنايا من الجوانب بحال الا محروق، عاد نخرجوه من الفرن. هنايا غادي ندوزو نحضروا السيرو اللي غنسقيو به القلب اللوز ديالنا. فهنايا عملت 3 ديال القياس ديال السكر سنيده، وضفت ليهم 6 ديال القياس ديال الماء. فغادي نخليهم على النار حتى يبداو يتبخوا لينا. منين يبدا يتبخ غادي نضيفوا له زوج معالق ديال ماء الزهر، واللي بغى كيضيف واحد طرونش ديال السيترون فاختياري، وعاد نخليوه يتبخ شويه على حسب واحد 5 دقائق ولا 10، ونطفيو عليه النار ومباشره ونخليوه يبرد. ومباشره منين نخرجوا الصينيه ديالنا ديال قلب اللوز، فاحنا غادي نسقيوها بالسيرو يكون بارد. هي دي الصينيه ديالنا من بعد ما طابت كتجي على هذا اللون، فانا خليتها هنايا خدات واحد اللون مغموق، فهي اللون ديالها مغموق غير مع الاضاءه، فكتبان لكم اللون شويه داير، فهمتم كتشوفوا. فدابا غادي نسقيها بداك السيرو اللي حضرنا وخليناه برد. صافي، فغادي نخليوها تشرب هذاك السيرو مزيان حتى تشرب مزيان وتبرد لينا، ونقدموها بالصحه والراحه. فمن بعد ما سقيناها وشربت لينا السيرو، فها هو قلب اللوز ديالنا كيجي على هذا الشكل. فشوفوا معايا كيطلق السيرو ديالو، فهو كيجي رائع ويجي كيجي على هذا الشكل. نطلق العسل ديالو كامل اطلقها. فكنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم وتجربوه، وما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله.